صباح الخير، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وايامكم كلها خير يا رب. اليوم كنت حابه تعزمني على الصحلب، طقس كتير بارد، قالوا اطلعي ناكل صحلب، مع انه حرام اليوم لينا يعني معزوقه وعامله عزيمه. حفرجيكم هلا شو عامله. رح نفرجيكم كل شيء رح نحضره، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسونا باللايك والاشتراك. واكيد اللي عبالها تعرف طريقه الصحلب، انا صورتها بس اليوم لانه لينا عامله عزيمه فما رح احطها ونكبر كثير الفيديو، ان شاء الله بالفيديو لحال ننزله يعني وبتشوفوه. اكتبوا لنا بالكومنت اذا حابين تعرفوا طريقه الصحلب كيف تعملوها انتم بالبيت، اكيد هي فيكم تشتروها جاهزه وتعملوها. نحن اليوم هيدي عملناها نحن بالبيت، حضرناها. حنحضر سينامون رول، اكيد يعني مش حلوه بلا هيك شيء حلو اخر السهره. والسينامون رول نحن عاملينه قبل بمره ومنزلته انا على اليوتيوب، اللي بحب يشوف طريقه تحضيرها موجوده على اليوتيوب. رح نتبل الدجاج، عندي هون فخاد وعندي دبابيس رح تبلهم. هحط انا بهار مشكل، والمقادير والمعايير حاكتب لكم اياهم بصندوق الوصف. عنا هون بهارات الدجاج، تحطوا بهار بابريكا، بهار دجاج، بهار فاهيتا، يعني اللي بدكم اياه فيكم بهار مشكل. البهارات الموجودة عندكم ضيفوا لها ما بيأثر. وهلا رح نضيف عليهم لبن، عنا هون تقريبا معلقتين لبن. ورح نضيف صويا صوص. هلا هيدي سر الوصفه عن جد، الباربيكيو بيعطي نكهه كتير كتير طيبه للفخاد وللدجاج، يعني التتبيله وكتروا شوي ما بيأثر. وراح نضيف كاتشب شوي مش كتير، هضيف معلقه مايونيز. هلا المايونيز فيكن اختياري ما بيأثر، بس انا بحب كتير ضيف مايونيز عليهم. وهلا رح اخفقهم، يعني رح اخلطهم مع بعض لحتى هيك يندمجوا مع بعض منيح الصوص، ورح انقعهم بالبراد تقريبا شي ساعتين قد ما فيكم، خليهم يقتنقوا ينقعوا. وهيك صاروا جاهزين. هلا رح لفهم بالنايلون ونحطهم بالبراد ساعتين ثلاثة قد ما بدكم ما بيأثر. وهلا بعد ما ننقع الدجاج ثلاث ساعات، هلا بنحطهم بالصينية وبنحطهم بالفرن لأنه بدهم شوي وقت بالفرن. وهلا عنا هون بصلتين كبار مفرومين، عم بقليهم بزيت نباتي، بس يتقلوا رح اضيف عليهم جزر، عندي هون جزر نحن مفرزينه بالثلاجة كمان، رح نضيفهم ونقليهم مع بعض. وهلا رح نضيف الجزر، وهلا رح اضيف عليهم ورق غار وهيل، تقريبا شي اربع حبات هيل وورق غار شي كمان ثلاث ورق، ونقليهم مع بعض. وهلا عنا ما شاء الله اربع كبايات ريز بسمتي، رح نضيفهم ونقليهم شوي مع الجزر والبصل. ما شاء الله لينا شو هالروائح، هيدا غير شكل، شايفه غير شكل، هيدا رز برياني. هلا رح نضيف له بهارات برياني، يلا بدهم شوي وبيستووا ان شاء الله. هلا عنا معلقة صغيرة برياني، يلا وهيدا. ورح نضيف شوي، انا بحب شكلهم، معلقة مندي.
بهارات مندي، هن بحسهم انا بيشبهوا بعض كثير يعني بهارات المندي والبرياني. بتعرفي ليه حسيت اليوم اجواء رمضان ما بعرف ليه؟ ايه ان شاء الله لانه قرب رمضان. ايه ان شاء الله بتنعاد على الجميع بخير يا رب. ان شاء الله يا رب. يمكن لانه عازمين عزمه بنت عمي. ايه ما شاء الله وعاجقه اليوم عنا. قلنا يلا بنتسلى احلى شيء ايام العطله مش حلو نضل لحالنا. ايه والله حلو ان شاء الله. هلا بدنا نضيف المي، كل كباية رز بدها كباية ونص مي صح؟ ايه انا كنت ناقع فيهم اليوم. ايه فطرتين للمي؟ ايه افضل يكونوا فاطرين صح؟ ايه يلا حطيتي اربعة؟ ايه في ناس ما بتعير للرز بتغمرهم يعني على غمرتهم بتاخد للرز كمان. انا اوقات بعير اوقات ما بعير كمان، بس هي معروفة كل كباية رز بدك كباية ونص. انا لينا بتصدق ما بعرف الا بالعيار. يعني كل شيء بحب. ايه سبحان الله تعودت هيك. خلص سبحان الله كل وقت كيف بده يتعود. هلا رح احط ملح، الملح عشان ما يطلع الاكل مش مالح. هاي هلا بتضل تعيط. لا وهلا فيك تذوقي. ايه تعالي عند اولاد صغيره لينا هيك سبحان الله الولد. ساعات الله بتكون ساعات بتكون رايقه ساعات بتكون وحده ثانيه. هلا رح خليهم لحتى يغلوا بنرجع بنوطي على الاخر تحتهم. هاي هافين وين هيلينا عم تلعبي انت وهيلينا؟ يلا روح العبوا يلا. تعميل ما يخلص التعميل. وهلا راح نضيف عليهم عندي انا هون فحمه حطيتها بقلب سنيتا وبحطها هيك بالنص وراح اضيف عليها زيت زيتون ودغري نسكر الطنجره كرمال تحفظ الدخان اللي بده يطلع. هيدا ما شاء الله احلى جاد فرتوش. وهلا صبايا هيك صار الرز جاهز ما شاء الله. رح شيل الفحمة انا اللي حطيناها خلص ما عادش لها عازي ورح نسكبهم بالصحن. ما شاء الله الرز غير شكل هيكو. ايه عن جد حبي واختي هيدا الجوك زينة. هاي الفخار صاروا جاهزين رح احطهم فوق الدقيق. وهاي احلى مندي تفضلوا ما شاء الله. هاي طبقنا لليوم صار جاهزة ما شاء الله والبيت ملان وضجة. اهلا وسهلا فيكم. شوتهم كانوا عجبوكي؟ ايه ما شاء الله غير شكل. ان شاء الله اذا عجبهم للمشاهدين يحطوا لنا لايك واشتراك وشكرا.